مدير معهد الأمصال ولقاحات البيطرية بالعباسية يتحدث لبرنامج الثمرة. بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة توافر الأمصال ولقاحات البيطرية. أثر التضخم العالمي على أسعار مستلزمات إنتاج تصنيع اللقاحات البيطرية. المعهد كمان بيحاول عشان يقلل التكلفة الاقتصادية على السادة المربين. عن احتياجات مصر من اللقاحات البيطرية لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة. احنا دلوقتي يا دكتور لو هنتكلم على حجم انتاج الحمى القلوعية، المعهد انتج السنة دي ما يقرب من 6 مليون جرعة. كيف يستطيع معهد الأمصال توفير لقاح انفلونزا الطيور ولقاحات ثنائية الغرض بسعر اقتصادي؟ لابد من زيادة الانتاجية الخاصة بالمعهد للوصول للاكتفاء الذاتي. تسجيل لقاحات جديدة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة لتقليل التكلفة على المربين. في أمراض كمان بتبقى أمراض مشتركة ما بين الحيوان والإنسان، بتتنقل من الحيوان للإنسان، زي أنفلونزا الطيور وزي السل وزي البروسيلا وزي حمى الواد المتصدع. توفير كميات كبيرة من اللقاحات البيطرية المستخدمة بالقوافل العلاجية مجانا. النهاردة في قوافل كتيرة بيطرية بتجوب القرى والمحافظات للتحصين مجانا. ان احنا باستمرار بنوفر اللقاحات اللي بيطلع بيها القوافل العلاجية دي، وفي ناحية كمان ارشادية. برنامج الثمرة يأتيكم في الأوقات التالية.